يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يعد الأذانان في يوم الجمعة في الحرم بهذه الطريقة التي تكون من المخالفات التي سكت عليها العلماء كالمقامات الأربع السابقة؟ الأذانان مشروعان، واحد بسنة الرسول والثاني بسنة خلفاء الراشدين، لأن أول من أمر به أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه لحاجة، لما رأى أن المدينة توسعت وأن الناس يحتاجون إلى من ينبههم على صلاة الجمعة، أمر رضي الله عنه بالأذان الأول بمقدار يتمكن المسلم من التوجه إلى الصلاة، لأن بينه وبين المسجد النبوي مسافة، يحتاجون إلى وقت وهم مشغولون بمزارعهم وبأعمالهم، يحتاجون إلى تنبيه. فهذا من سنة الخلفاء الراشدين، فالأذانان في حد ذاتهما سنة. وأما تصرف الناس وجعل الأذان الأول قريب من الأذان الثاني بدقائق فقط، فهذا يفقد الفائدة من الأذان الأول، يفقد الفائدة من الأذان الأول. فليتهم، ليت ولاة الأمور وفقهم الله ينتبهون لهذا ويجعلون للأذان الأول وقتا متقدما ولو على الأقل نصف ساعة حتى يتمكن الناس من الحضور. نعم.